وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد رائد عمر، رئيس لجنة العقار والإنشاء بغرفة تجارة وصناعة البحرين. سيد رائد، يعني لو توضح لنا أهمية هذا القرار ومردوده على القطاع العقاري والاستثماري في المملكة. أهلا بكم. طبعا قرار سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإلغاء رسوم البنية التحتية أثلج صدور الشارع التجاري كامل من مطورين وعقاريين ومقاولين ومصانع مواد البناء والأسواق التجارية كلها. طبعا دي لها مردود كبير وإيجابي على الاقتصاد الوطني، والأهم شيء أنه يجذب رؤوس الأموال للاستثمار في هذا القطاع، في قطاع العقار. نعم، السيد رائد عمر رئيس لجنة العقار والإنشاء بغرفة تجارة وصناعة البحرين، شكرا جزيلا لك.